الراديو 90 هواها مصر. ورجعنا لكم تاني على الراديو 90 حلوة. ورجعنا لكم والله يا جماعة والرية مختلفة عن المرة اللي فاتت. استنى كمان لدغة في الريف بحب أكد له إن أنا عندي ريف. طب أنا بقى بتاعت اللعب كله أستاذ هنيدي هنلعب لعبة تانية. هنقول لك أسامي أشخاص وعايزين نعرف تعليقك عليهم بجملة بكلمة زي ما أنت عايز. طبعا يلا بينا. يلا بينا أحمد فاهم، إحنا شايفينك أنت وهو على التويتر خربينها مع بعض. طبعا ده حبيبي. إيه رأيك؟ قول لنا كده تعليقك. حبيبي ده حبيبي هايل. طبعا حلو الكلام ده. يلا يا فايد. طيب الفنان محمد شرف من الناس اللي انت تتواصل معاهم دايما وكنت معايا في فتره العياده زي ما هو بيقول دايما لمحمد، يعني محمد عشره عمر زمان. احنا بدانا مع بعض مع الراحل سيد زيان في مسرحيه ابو زيد. ربنا يا رب يتمش فيه على خير ويديله الصحه. امين يا رب. طب الفنان علاء مرسي اخويا ده برضو نفس العشره ونفس القطعيه. علي ربيع. علي ربيع ربنا يحميه موهوب وجميل. حلو. محمد رمضان. محمد رمضان برضو ربنا يحميه نجم كبير ومحبوب وبيعمل مجهود. الصديق بالنسبة لك اعتقد هو ده الانتيم الراحل علاء ولي الدين. طبعا طبعا ما ينفعش نفوت لقاء او أبدا. وقت غير ما نسألكش عليه. طبعا طبعا يعني طول الوقت الحمد لله بتيجي سيرته وعشان بنفتكره وحشنا بنترحم عليه طبعًا. هو اكيد مش هيغيب عننا. وكل مرة تفتكر موقف ما بينكم يعني اكيد بيضحك يعني طول الوقت الحقيقه. كان في موقف بتاع المطعم عرفناه قبل كده في حلقه. لا كتير الحقيقه. موقف عشان كنا عايشين مع بعض تقريبا فطول الوقت بتلاقي مواقف خدت بالك. يعني الوقت كان كله ضحك الله يرحمه. الفنان الراحل نجيب الريحاني. ده الاستاذ وده بالنسبه لي الحقيقه ده الاستاذ وده القدوه اللي هي في الكليه. صورته في مكتبك طول الوقت. تمام. وافلامه الخمس افلام تقريبا حافظ حوارهم يعني.